السفير طارق المليجي القنصل العام بالسفاره المصريه بمنطقه الرياض. سعاده السفير اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، الله يخليك. حضرتك النهارده ايه اللي حس حضرتك النهارده انك تعمل ملتقى هذا في الرياض؟ هي دي يعني اهلا بيكم جميعا الاول، وبشكر كل واحد النهارده قدر ظروفه تسمح ان هو يجي. هي دي المره الثالثه اللي احنا نعمل فيها الملتقى ده، اللي احنا بنحاول بيبقى نعمل نوع من الانشطه الجديده اللي نقرب بيها للجاليه المصريه في المنطقه. احنا عندنا زي جوله في مناطق الاختصاص، احنا بدانا بالرياض ورحنا الدمام، والمره دي في الرياض ان شاء الله هنطلع القصيم تاني، وربنا يسهل نقدر نكمل. طبعا بوجه شكر كبير قوي 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 لامانه الرياض النهارده، امانه الرياض من اول سمو الامير فيصل الامين المنطقه، امين منطقه الرياض، وكافه منسوبي الامانه على جهدهم الكبير والمشرف اللي اتعمل النهارده اللي يخلي هذا الحدث يخرج بتلك الصوره اللائقه، وعلى كافه المشاركين من الجهات السعوديه والجهات المصريه المشاركه اللي مقدمه عروض ترويجيه وخصومات وعينات مجانيه لانشطتهم والكلام ده كله. يعني اعتقد هتبقى حاجه كويسه، ولسه ان شاء الله عندنا بكره كمان، ومعانا النهارده برضو في حملات تطعيم، في حمله تبرع بالدم، وان شاء الله خير، ونتمنى للناس بس تبقى مبسوطه باللي بيحصل ان شاء الله. ايه هي الفايده اللي ممكن تعود على المصري لما يكون في الرياض منازل فعليه؟ اولا الفايده فوائد كتير قوي، الفوائد الكتير قوي يمكن على المستوى البسيط للمواطن العادي، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. هي مكان او متنفس ليه، بيجي يقابل اصدقائه بدون تحمل تكلفه اي رسوم. معظم الناس المشاركه النهارده المطاعم على سبيل المثال بتوزع تقريبا بدون اي مقابل للاكل، خروجه بيجي يستمع فن مصري، بيجي يستمع بيقابل اصدقاء، الى كل ده منسوبي القنصليه كلهم موجودين، بدايه من القنصل لاصغر حد موجود، اللي عنده مشكله بيعرضها علينا، بنشوف سبل للحل. معانا الجهات السعوديه، معانا مكتب العمل بتاع الرياض النهارده، ناس كتير يمكن عندها مشاكل معينه بنحب ناخد استشارات فيها سريعه، ويمكن باسلوب غير رسمي واسلوب ودي سريع مسائل كتير بتتحل. فاعتقد كل ده فايده، والاهم من ده يعني مهما اتكلمنا ومهما قلنا احنا شعب واحد، فيعني الفايده اللي هتعود علينا هي اللي بتعود على الاخ السعودي اللي بيجي، هي اللي بتعود معظم الجهات اللي موجوده مع جهات سعوديه، بس الفايده لينا كلنا وفايده واحده. شوف، هل القنصليه المصريه النهارده فتحت مثلا شباك النهارده لابناء الجاليه المتواجدين النهارده في هذه الفعاليه؟ احنا موجودين بمكان لينا، واستقبلنا فيه ناس النهارده كتير. معظم الحاجات كانت بتدور حوالين استفسارات عن قواعد اصدار معاملات او الى ذلك، او معاملات بيعرفوا هتيجي ايه من امتى من مصر. كنا اعلنا ان في لجنه رقم قومي، فبيحاولوا يعرفوا اللجنه جايه امتى، عن مبادره التجنيد، عن مبادره السيارات. فدي كانت فرصه اللي في تواصل مباشر مع المواطن بعيد عن الاطار الرسمي، فده بيجعل الامور اسهل بكتير. هل ممكن نشوف هذه التجربه موجوده في القصيم وحائل او عرعر؟ ان شاء الله ان شاء الله، بنحرص على كده وبالتعاون مع الامانات في المناطق المختلفه، وان شاء الله يبقى يعني مشروع كده جوله في المملكه باذن الله. ما شاء الله سعاده السفير، منذ قدوم حضرتك واطلقت تطبيق الجاليه المصريه، القنصليه المصريه لخدمه ابناء الجاليه المصريه، التطبيق النهارده عدى عليه حوالي سنه او اكثر، شايف رده فعل الجمهور لابناء الجاليه المصريه النهارده مع هذا التطبيق؟ الحمد لله التطبيق يعني يلقى نجاح ويلقى قبول كبير من الجاليه. احنا كنا قاصدين ان التطبيق يبدا بصوره مبسطه، يعني مش عايز اقول لحضرتك اقرب الى البدائيه، ومع الوقت كنا بنطوره وقت للتاني بمدى قبول الناس ليه ومدى الفيدباك اللي جاي منهم، مقترحاتهم للتطوير، بعض الافكار الجديده، واحنا كل ده بنعمله على مدار السنه اللي فاتت. والاهم اللي التطبيق وصل برضو او وفر يعني وسيله سهله للناس للتواصل معانا، برضو بدل ما المواطن يجي القنصليه اكثر من مره لاستيفاء الاوراق، احنا وفرنا له حاجه اسمها يعني خدمه التدقيق المسبق للمعاملات، اللي هو قبل ما بيجي ويشرفنا بيرفع المعامله بتاعته، بنراجعها نقول له اوكي المعامله ناقصه كذا، المعامله محتاجين منها تصديق من مصر مثلا او حاجه، وبعد كده يجي لنا ويعمل الخدمه بتاعته مره واحده كمان. يعني ما عادش في تواجد طوابير ولا نوعا ما. الحمد لله الموضوع قل بصوره كبيره، مدى استجابه الناس ومدى يعني تقبلهم لفكره ان هم يجوا بميعاد او اللي زال، اعتقد يعني الحمد لله في استجابه كويسه، واحنا منفتحين برضه على اي مقترحات او اي سلبيات الناس تقولها، شايفين لها محل المفروض تتطور، احنا معاهم ان شاء الله وهنطورها باذن الله. هل فعلا سياده السفير هذه هي التجربه الاولى كالتكنولوجيه في المملكه العربيه السعوديه كاول سفاره مصريه تطبق هذا التطبيق؟ اعتقد في مبادرات كتير من زمايلي في القنصليات والسفارات الثانيه اللي يعملوا حاجات مشابهه، احنا يمكن الموضوع مسمى عندنا اكتر راجع لعدد الجاليه،
لكن زمايلي كلا في مكانه، كله بيجتهد وكله بيستخدم الوسائل المتاحة ليه اللي يقدر يتواصل بيها مع الجالية بالصورة اللي تتناسب مع كل دولة مختلفة عن التانية. بس انا شفت بعض اراء الجمهور المصري على مواقع السوشيال ميديا كلهم في طلبوا المصريين والسفارات الموجوده في خاصه في ايطاليا وبريطانيا والاماكن المزدحمه المصريين انهم يكررون نفس تجربه التطبيق الموجود في السعوديه في السفارات الخارجيه. هل بالفعل يعني بص انا اعتقد الزمايلي في المناطق اللي ستك قلتها اكيد عندهم وسائل تواصل قد يكون احدث مننا حتى، لكن اذا كان هذا راي الناس في التجربه بتاعتنا فانا اشكرهم وشكرا جزيلا ليهم، وشكرا لكل واحد اقترح علينا في اي حاجة في مجال التطوير. وفي النهاية انا وزمايلي في القنصلية احنا تحت امرهم، احنا في مكان خدمي هنا بالاساس جايين نقدم خدمة، ونتمنى ان الخدمة دي تلقى قبولهم جميعا.